مرحبا أعزائي طلبة السادس إعدادي، وهذا الدرس حول أهم أسئلة الأدب الأرجوحة والكناري. نركز أول شيء على أسئلة الكتاب. أسئلة الكتاب مهمة جدا في الوزارة، تركز عليها وتحفظها رغم قلتها. أنا نأخذ مثلا هذا السؤال. السؤال الثاني، أول سؤال، ستار came to his friend's house. ستار بطل قصة الأرجوحة جاء إلى منزل صديقه المتوفي علي. Are two لكي، هنا يبدأ الفراغ، تحفظه. To tell the family that Ali was killed in a battle. ليخبر العائلة بأن علي was killed، قتل في المعركة battle. طبعا هنا يخبر عائلته، بأي صيغة أنت تستخدمها، مو شرط لها نفسها، مجرد تنطي نفس الفكرة، لأنه يعني لها عدة صياغ. يعني هنا تقول to tell the family أو to tell that Ali's family أو هيك شيء، يعني that his friend قتل في المعركة died، يعني أي صيغة تستخدمها بحيث تعطي نفس المعنى، يعني مو شرط لها. أما إذا ما عندك هاي الإمكانية تعبر فاحفظها. To tell the family ليخبر، هذا اللي تحت خط هو الفراغ. To لكي، tell the family that Ali was killed in a battle. هذا سؤال مهم جدا كثير في الوزارة، تركز عليه. نجي على السؤال الثاني أو الجملة الثانية. In 1967 في عام 1967 نقول Iraq was at war with Israel. العراق كان في حرب مع إسرائيل. Iraq was at war with Israel. هذا أيضا تحفظه أو تعبر أي تعبير ينطي نفس المعنى. نجي على الجملة الثالثة. ستار and حليمة، حليمة اللي هي ابنة علي صديقة المتوفي، ate أكل a loaf of bread before lunch قبل الغداء، أو تكتب فقط bread مثلا. إذا ستار and حليمة ate أكل ate الماضي مال eat a loaf of bread before lunch قبل الغداء. نجي على سؤال ثالث. Discuss the visitor tried to convey his message. كيف حاول visitor، من يقول لك visitor يعني ستار بطل قصة الأرجوحة. visitor الزائر، معناه الزائر، من الزائر هو ستار. هنا يقول ناقش كيف حاول الزائر ستار أن ينقل رسالته. نقول the visitor أو ستار tried to convey his message، حاول أن ينقل رسالته. By comparing بمقارنة the death of Halima's father، موت أبو حليمة علي يعني صديقه، موت أبو حليمة with smoke بالدخان. احفظ هاي الكلمة الدخان smoke، تجي فراغ أحيانا. قال موت به. He tried to convince، حاول أن يقنع الطفلة that her father is like smoke، حاول أن يقنع الطفلة بأن والدها كالدخان. She can see him، she can يمكنها رؤيته. Only when she closes her eyes، فقط عندما تغلق عينيها. سؤال رابع. What the moral lesson does the writer try to give this in this line؟ ما هي الدروس الأخلاقية؟ moral lesson، احفظها، دروس الأخلاقية. قول what does the story of the swing stress on؟ هاي الصيغة الثانية. أما يقول لك stress on، تشدد على ماذا قصة الأرجوحة، أو يقول لك ما هي الدروس الأخلاقية moral lesson. لو هاي لو هاي، يعني أي سؤال يجيك هذا وهذا الجواب نفسه. War destroys everything، الحرب تدمر كل شيء. It leads to nothing، تقود إلى لا شيء. But فقط destruction war destroy everything at least to nothing but death الموت deprivation and destruction، الحرب تدمر كل شيء وتقود إلى لا شيء سوى الموت والحرمان والدمار. death الموت deprivation الحرمان و destruction اللي هو الدمار، ومشتقة من الفعل destroy يدمر،
راح destroy destruction، يدمر دمار. إذا هذا السؤال كلش مهم، حاول أن تحفظ هاي كله، وراح يجينا أيضا مرة أخرى بغير مكان. وهنا راح نجي على الشخصيات الموجودة في القصة، في قصة سوينج الأرجوحة، ستار a soldier who tried to convey the death of his friend Ali to a family، وحليمة هي a little girl. نجي على السؤال what are the characters in the swing، شنو هي الشخصيات؟ نقول حليمة and ستار. زمان والوكان after summer of 1967 war against Israel، بعد صيف 1967 الحرب ضد إسرائيل. مين يقول لك متى حدثت أحداث القصة؟ يقول لك المكان in Ali's house who was recently killed in a battle، مكان القصة وين؟ في بيت علي الذي قتل مؤخرا في المعركة. نجي على أسئلة على الكاتب، هو محمد خضير، من هو محمد خضير؟ Where and when was he born، وأين ومتى ولد؟ هذا أيضا السؤال جاي هواي. نقول he is an Iraqi writer، نقول he is an Iraqi writer، هو كاتب عراقي. He was born in Basra، من يقول إنه where، يقول born in Basra. وين متى؟ 1942، 1942. where، أين في البصرة. متى ولد؟ 1942، 1942. السؤال الثاني، What did Khadir join after he had finished his secondary school؟ إلى ماذا انضم بعد أن خلص إكمال الدراسة الثانوية؟ أو يقول Where did he study after he had finished his secondary school؟ نفس الشيء join أو study. Will he join the higher school for teacher؟ هاي نحفظها، انضم إلى دار المعلمين العالية، High school for teachers، هاي احتمال تجيك فراغ، High school for teacher. نا عندنا join وعندنا did، إذا نحولها إلى الماضي نقول he joined، هاي قاعدة. من يجيك بالسؤال did الفعل الرئيسي، نحوله إلى الماضي سواء كان قياسي نضيف لأيدي أو شاذ نكون حافظيه، أنت تجيك did تحول فعل إلى الماضي. نا أيضا عندنا did study حولناها إلى studied. السؤال الثالث، Where did he teach؟ أين درس؟ نحفظها، He taught، باع taught الماضي مال teach، ديوانية ناصرية بصرة. How long did he teach at school؟ جد درس more than 30 years، أكثر من 30 سنة. Where did his first short stories appear؟ متى ظهرت أول قصصه القصيرة؟ وين متى؟ أين ومتى؟ قول The Iraqi writer in 1962 في مجلة الأديب العراقي 1962. إذن where، أين في مجلة الكاتب العراقي أو الأديب العراقي The Iraqi writer، متى 1962. هذا أيضا ممكن راح يجينا فراغ، المهم أنت المعلومة تحفظها وبعدين سواء أي شيء جتك تجاوب. Where did he achieve his fame in the Middle East؟ نانا يقول لك appear، متى ظهرت؟ تقول له مجلة الكاتب العراقي. نانا يقول لك مجلة، هنا من يقول حقق الشهرة، fame famous مشتقة من famous، متى حقق الشهرة؟ تقول له in the Beirut Arts Magazine، في مجلة آداب بيروت. السابع، name some of Khudayr's best work، يعني اذكر بعض اعماله، افضل اعماله. هذه الاعمال نقدر نحفظها، نقول The Black Kingdom، المملكة السوداء، Embalment التحنيط، Garden of Faces خدائق الوجوه، ونوفل بصريات. نحفظ هذه الرواية الوحيدة الى نوفل، رواية بصريات اسمها، خاف تجينا فراغ. بصريات يعني رواية الواحدة هي بصريات، أما الباقي كلها قصص قصيرة. هنا تتبع which magazine، هنا اختيارات، السؤال اختيارات، which magazine did Khadir first short story appear، متى ظهرت؟ قلنا من تجي كلمة appear استخدم The Iraqi writer، منها يقول لي achieve حقق الشهرة، أقول له بيروت،
ميز بين appear و achieve. نعم يقول متى حقق الشهرة بيروت آرت ماجازين. من يقول لي appear ظهرت أقول لدى عراقي رايتر ماجازين، مجلة الكاتب العراقي. نجي على الفراغات نفس الأسئلة. محمد خضير وازبور البصرة 1942، نفس الأسئلة بس على شكل فراغات. أما خضير's work are translated، ترجمت، انتبه على هذا السؤال المهم، ترجمت translated into بالفراغ تكتب English، وهذا جاي وزارة طبعا، Russian and French، الإنجليزية والروسية والفرنسية، ترجمت كتبه English Russian and French، تحفظها هذه اللغات الثلاث، الإنجليزية والروسية والفرنسية. السؤال هنا على الجوائز اللي حصلها، هو has won many prizes، تكتب الجوائز. محمد خضير استدد أيضا نفس الأسئلة تعاد بس على شكل فراغات، يعني بدل ما يقول لك وين درس يقول لك هنا أنا درس في كتب دار المعلم العالية، وين درس ديوانية وتكتب نفس الكلام. أنا true false نفس الشيء، محمد خضير was a teacher true، كان معلما صحيح. This special studies appeared in the magazine called Beirut Art Magazine. غلط، فولس، هي الأديب العراقي. محمد خضير gained his fame after publishing the novel بصرياتة، فولس، بعد نشره رواية بصرياتة، طبعا غلط. وطبعا قلنا السبب هو بعد نشر بيروت في مجلة بيروت آرت ماجازين وليس رواية بصرياتة. يقول محمد الظهير is a successful author، author يعني مؤلف، writer true صحيح، وكاتب أو مؤلف ناجح successful. محمد الظهير won many prizes in the Middle East، won الماضي مال win يفوز، فاز بالكثير من الجوائز، الجواب صحيح. أسئلة خارجية، what does the swing reflect، ماذا تعكس الأرجوحة، هاي أسئلة خارجية. نقول الجواب it reflects the writer's sad feeling، تعكس المشاعر الحزينة للكاتب يعني محمد خضير after the summer 1967 بعد حرب 1967 against Israel، ضد إسرائيل. فنقول تعكس sad feeling، مشاعر حزينة. Number two، what is the message or moral lesson that implied the swing؟ هنا قلنا المورال lesson أو المسج، أخذنا هذا السؤال، قلنا the message that war، بأن الحرب تدمر كل شيء، everything at least to nothing، تقود إلى لا شيء سوى الموت والدمار والحرمان، قلنا هذا سؤال مهم. وهنا نشوف راح نشوفكم نفس السؤال، هو هذا السؤال اللي ذكرناه، قلنا يجي ممكن بصيغة moral lesson، أو يقول إنه stress on، تشدد على ماذا؟ الجواب هو نفسه، الحرب تدمر كل شيء وتقود إلى لا شيء سوى الموت deprivation الحرمان والدمار، قلنا هذا السؤال مهم ركز عليه يجي بعد الصياغة. السؤال الآخر هنا يقول لك مسج أو مورال لسن، هو نفس هذا السؤال اللي ذكرناه. السؤال الآخر what does the swing promote، إذا ماذا تروج، يعني شو تريد تقول، to promote family values، القيم العائلية، احفظها family values، how to make children secure، كيف أجعل الطفولة آمنة، and to love each other one another، أن نحب أحدنا الآخر، و from another hand stress من جهة أخرى، تشدد على أن الحرب تدمر، نرجع نحكي نفس الكلام اللي قلناه قبل شوية، أن الحرب تدمر كل شيء ولا تقود إلا سوى كذا وكذا، نفس الكلام نعيده اللي ذكرناه بالسؤال السابق. What is the plot of the story؟ ما هي حبكة الرواية؟ يقول it about a soldier، ستار، هو تذكر ملخص القصة. خمسة what is the kind of the story؟ ما نوع القصة؟ هي tragic story، tragic تراجيدية يعني مأساوية، نوع القصة tragic. وعندنا كوميدي اللي هي الهزلية، نتيجة على
قصة الكناري، ذا كناري للكاتبة كاثرين مانسفيلد. الكاتبة كاثرين مانسفيلد. ونبدأ أولا بأسئلة الكتاب، قلنا مهمة طبعا. هذا السؤال ما أعتقد يعني يجي، لأنه يطلب ملخص القصة، وهنا أيضا أسئلة يعني غير مهمة، أسئلة تعتبر إجابات. هنا عندنا مرادفات ممكن نحفظها، وعندنا أسئلة على الكاتبة. هو كاثرين مانسفيلد، من هي كاثرين مانسفيلد؟ Well, she was a famous modern writer. هي كاتبة عصرية مشهورة. When and where was she born؟ أين ولدت ومتى؟ She was born in 1888 in New Zealand. 1888 أعتقد هذا رقم سهل حفظ. In New Zealand، في نيوزيلندا. في نيوزيلندا، ولدت في نيوزيلندا 1988. Number three. She was the third. هنا فراغات ممكن يجي. الثالثة of five children، يعني تسلسل الثالث من خمسة أطفال. In a wealthy family، في عائلة ثرية. Number four. When did she move to London؟ Why؟ متى انتقلت إلى لندن ولماذا؟ انتقلت إلى لندن in 1993 to study music at Queen College، لدراسة الموسيقى في ولاية الملكة. What did she become at Queen's College؟ ماذا أصبحت في كلية الملكة؟ She became the editor of the college newspaper، محررة في جريدة الكلية. When did she travel around Europe؟ متى سافرت؟ 1903 إلى 1906. She returned to New Zealand in 1906 and began to write short stories، بدأت بكتابة القصص. في 1917 she became ill with tuberculosis، أصيبت بمرض السلالة. تحفظه، عام 1917 أصيبت بمرض السل. When did she die؟ متى توفيت؟ She died in January 1923 at the age of 35، في 1923 عن عمر 35 سنة. What does she remain famous for؟ هذا سؤال مهم. بقت مشهورة بماذا؟ She remains famous for her collection of poems، مجموعة القصائد and short stories، والقصص القصيرة. Especially، هاي نحفظها خصوصا، Bliss النعيم، وThe Garden Party، وGarden Party يعني حفلة الحديقة، نحفظها Bliss وGarden Party. ما هي فكرة القصة؟ What was the who are the main characters؟ أول مرة، شنو الشخصيات الرئيسية؟ A lonely woman، امرأة وحيدة، والكناري. What was the idea؟ ما هي فكرة القصة؟ About loneliness، عن الوحدة. أو يقول What did the woman suffer from؟ أما نقول lonely، loneliness، شوف الاشتقاقات، lonely وحيدة و loneliness وحدة. يجي السؤال What was the idea of the story؟ ما هي فكرتها؟ أو What did the woman suffer؟ تعاني، ماذا عانت المرأة في القصة؟ She suffered from loneliness، عانت من الوحدة. السؤال الثالث What kind of story it is؟ Is sad story، هي قصة حزينة. Do you agree with Catherine that man should remember his bad memories؟ هل تتفق معه كاتبة أنه طبعا جواب يعني خص كل طالب يعني. Big nail، where is the big nail؟ أين المسمار الكبير؟ Is on the right of the front door، على يمين الباب الأمامي. هذا سؤال مهم. Where did the woman used to hang the canary cage؟ أين اعتادت أن تضع قفص الكناري؟ أيضا نفس السؤال. To the right of the front door، نفس الجواب. يقول لك المسمار وين أو وين علقت القفص، جواب نفسه، على يمين الباب الأمامي. Is on the right of the front door or to the right of the front door، نفس الجواب. Who sold her the canary؟ من باع لها الكناري؟ A Chinaman، رجل صيني. رجل صيني كان يبيع الطيور فباع لها كناري. A Chinaman.
What does the woman hear sometimes? ماذا تسمع أحيانا هذه المرأة في القصة؟ The writer hears the next people يعني الجيران saying there must have be hanging from here. There must have been something hanging from here. How was the canary singing? كيف كان يغني الكناري؟ نقول wonderfully. بشكل رائع wonderfully. نقول from the window. What did the woman used to see? من الشباك من النافذة. ماذا اعتادت أن ترى؟ نقول she used to see people stop at the gate يوقفون الناس أمام البوابة to listen lean over the fence by smoke orange. شاهدت الناس يتوقفون حتى يستمعون إلى تغريد الكناري. How many young men did the woman have? كم رجل معها في البيت؟ She had three young men. لديها ثلاثة رجال شباب. أما نعرف مقاربتهم لها ما هي لم يذكر في القصة، ولكن المهم هم ثلاثة من الرجال في البيت. What did the canary used to do when the woman had finished the house in the afternoon؟ ماذا اعتاد الكناري أن يسوي بعد أن تنتهي من عمل البيت؟ نقول the canary used to hop, hop and hop. يعني كان يقفز ويقفز ويقفز from one perch to another. كان يقفز من عمود في القفص إلى آخر، يعني كان سعيد عندما تنهي عملها لأنه راح تجي لفة يبدي يعبر عن فرحته بالقفز. Why did the woman forget the evening star؟ هذا السؤال جاي بالوزاري، لماذا نسيت نجمة المساء؟ نقول forget the evening star when the canary came to her life. With the writer أو هاي المرأة forgot the evening star، نسيت نجمة مساء عندما دخل الكناري في حياتها. يعني قبل كانت تقعد بالبالكونة وتنظر إلى نجمة المساء، لكن بعد أن دخل الكناري إلى حياتها نسيت نجمة المساء والتهت مع الكناري. What idea do the people have of birds؟ ما هي الفكرة اللي ماخذها الناس عن الطيور؟ نقول people have the idea that birds heartless cold little creatures، بأنها بدون قلب ومخلوقات صغيرة وباردة. Did the canary die؟ هل مات الكناري؟ Yes he did. Well the woman have another bird, another pet or another kind؟ يعني هل اقتنت طير آخر؟ No she won't. لا لم تقتني طير آخر بعد وفاة الكناري. Why did her heart feel hollow؟ لماذا شعر قلبها بالخواء؟ نقول when she saw her canary died، عندما مات الكناري.